السلام عليكم، يومكم سعيد بإذن الله. النهارده زي ما وعدت حضراتكم هنتكلم عن التصنيف، تصنيف الشركات الطيران في أفريقيا، لأن السكاي تراكس أعلنت مؤخرا عن نتائج تصنيفها العالمي لشركات الطيران. وعلى فكرة حضراتكم، سكاي تراكس بتعتمد في التقييم على رأي السادة العملاء ومدى رضائهم عن خدمات شركة الطيران، بتعتمد على استمارات استبيان، على الانترنت، على الاتصالات التليفونية وهكذا. أيضا حضراتكم، رضا العميل هو رقم واحد. طبعا بيتم سؤال السادة العملاء عن الخدمات سواء على الطيارة أو على الأرض، وعلى الأرض معناها المطار. المطار مش بس مبنى الركاب حضراتكم، الطرق التي تؤدي إلى المطار، كذلك نقاط التفتيش الأمنية اللي موجودة حول المطار وفي المحاور والمداخل والمخارج، الباركينج، نسبة الساينج، الحجم ومدى الوضوح ومدى يعني سهولة الدخول والخروج إلى مباني الركاب. كذلك المطار معناه الانتقال من وإلى مبنى ركاب إلى آخر، يعني مثلا إذا انتقلنا من الصالة الموسمية إلى مبنى الركاب 3 أو العكس، هل هذا ميسر؟ هل في تيوب أو فينجر بينقل السادة الركاب بأمتعتهم أو بالهاند باج من وإلى صالة الموسمية إلى مبنى الركاب 3، كما هو متيسر ما بين مبنى الركاب 3 ومبنى الركاب 2، ومتيسر ما بين مبنى الركاب 3 و2 ومبنى الركاب 1 والعكس؟ كلما كان في سب ويز وفي باركينج وفي اكسس دخول وخروج وفي ساينج واضح وفي علامات ارشاديه وتيسير، في لاندسكيب ومساحات خضراء مريحه للعين، في بانوراما وفيو جميل، كل دي من ضمن الاشياء اللي بتسبب سهوله الانتقال بالراكب وامتعته، سواء كان راكب ترانسفير او ترانزيت او جوينينج. إذن تقييم شركات الطيران ما بيكونش تقييم للشركة ذاتها فقط، بل بالخدمات المتاحة داخل المطارات التي تعمل فيها شركات الطيران. كذلك بيسألوا السادة العملاء عن الخدمات على الطيارة، البرودكت الموجود، عن مدى الراحة في المقعد، مدى الانفلايت سيرفيسز، الخدمات الموجودة في كابينة الطيارة، المعاملة من الضيافة، الوجبات ونوعيتها والتست بتاعها، طعمها ايه، رائحتها ايه، شكلها ايه، حجمها ومكونات الوجبة الغذائية وتنوعها، ومدى الاحساس بالمتعة والسعادة اثناء تناول الوجبات او السناكس او المشروبات سواء باردة او ساخنة. كل شيء بيسأل عنه الراكب، والراكب بيبدي اعجابه وراحته بالنسبة للخدمات المقدمة على الطيارة وعلى الارض، منذ ان يفكر انه يسافر على شركة طيران محددة وبيطلع التذكرة، سواء الحجز والبيع بيتم عن طريق الموبايل أو الويب سايت أو أجهزة الخدمة الذاتية في المطار أو الكلاسيك تشيك إن بالمطار. وده اللي هيكون إن شاء الله محور حديثنا في الحلقات القادمة، سلسلة التشيك إن بروسيجرز دوكيومنتس ريجوليشنز. طيب إحنا دلوقتي بالنسبة للتقييم، إحنا تلاحظ لنا حضراتكم بناء على مواقع زي مثلا موقع سكاي تراكس نفسه أو مواقع زي الأهرام، اليوم السابع، ولينكات كتيرة جدا بتتكلم عن التقييم العالمي للسكاي تراكس للعام 2021. حضراتكم في الواقع إن أفريقيا بتعتبر هي ثاني أكبر قارة من حيث الحجم والمساحة، إلا إن حركة النقل الجوي العالمية، حركة النقل الجوي في أفريقيا لا تمثل إلا حوالي 6% فقط من حركة النقل العالمية. وأكبر شركات الطيران في أفريقيا من حيث نقل الركاب أو حجم الحركة وتنوع الشبكة والتوجه إلى وجهات دولية وداخلية متعددة، بتعتبر مصر للطيران هي الشركة الأولى إفريقيا في هذا الشأن. يعني مثلا مصر للطيران متوسط عدد الركاب الذين ينقلون سنويا 8.3 مليون نسمة، بيليها في المركز الثاني تبقى جنوب أفريقيا بحوالي 8.1 مليون نسمة، الملكية المغربية 5.8 مليون، الأثيوبية حوالي 4.6 مليون، الخطوط الجزائرية 4.4، التونسية 3.8، الخطوط الكينية 3.6، طيران إيريك النيجيري 2
2.3 مليون، وفي البند رقم 9 خطوط موريشيوس حوالي 1.3، واخيرا في المركز العاشر الخطوط الجويه الليبيه حوالي 1.2 مليون نسمه متوسط سنوي. اذا من ناحيه الحجم والنشاط بشكل عام، عدد الرحلات الفريكوانسي الديستنيشنز التي تغطى دوليا وداخليا، ومعدل ربط الشبكه لشركه الطيران بالشبكات العالميه من خلال مثلا اتفاقيات المشاركه بالرمز الكوتشير اجريمنتس، بنجد ان مصر للطيران ما زالت بتمثل رقم واحد افريقيا. ولكن احنا بنبص على الجوده، بنبص على رضا العملاء طبقا للتقييم، فبتطلع ان الاثيوبيه هي الشركه رقم واحد افريقيا من حيث رضا العملاء ومن حيث تميز الخدمة على الطيارة وعلى الأرض ولمدة 3 سنوات متتالية. ومصر للطيران ولأول مرة في تاريخها بيجي ترتيبها متأخر جدا في المركز 9 بعد العديد من الشركات، ومن بينها لو كوست كاريرز، شركات ذات تكلفة محدودة. احنا حضراتكم بشكل عام في السي ان ان عربيك، في المصدر الاير لاين ريتنجز موقع، هذا الموقع بيقول ان افضل شركات الطيران في العالم لسنة 2021 حضراتكم هي الخطوط القطرية في المرتبة الاولى. والحقيقة هم دخلوا معيار استجابة شركات الطيران لكوفيد 19 في هذا المعيار، ولم يؤخذ معيار الربحية في الاعتبار هذا العام. وبهذا الترتيب الراقي الرائع للخطوط القطرية الشقيقة، هي بتعتبر تغلبت على يعني منافس عظيم وشركة عملاقة هي طيران نيوزيلندا، اللي هي حضراتكم بتبقى متصدرة التقييم ولمدة 6 سنوات متتالية، ولكنها هذه المرة احتلت المرتبة الثانية هذا العام بعد الخطوط القطرية. وهذا شرف للأمة العربية كلها ان تكون شركة طيران عربية عملاقة هي الاولى عالميا في التصنيف، بيليها زي ما قلنا القطرية، وبعد كده طيران نيوزيلندا، ثم الخطوط الجوية السنغافورية والكوانتاس الجوية، ورقم 5 عالميا طيران الإمارات، وهذا شرف كبير، ومقرها طبعا دبي. بشكل عام اتصنفت شركة الطيران الأسترالية بشكل منفصل على أنها أكثر خطوط الطيران أمانا في العالم. عندنا الخطوط الجوية السنغافورية اللي هي رقم 3 هذا العام 2021، حصلت على أفضل مقصورة درجة أولى عالميا، وخطوط فيرجن أستراليا الجوية حصلت على أفضل طاقم مقصورة، يعني أفضل كابين كرو وورد وايد، والكوانتاس الجوية على أفضل صالات مطارات في العالم. الإيزي جيت خدت أفضل ناقل جوي منخفض التكاليف لأوروبا، وجيت ستار هي أفضل ناقل جوي لأسيا والمحيط الهادي. طيب حضراتكم في الوقت بالنسبة لأفريقيا مرة أخرى، لما بنرجع لترتيب السكاي تريكس اللي هو بنى زي ما قلنا لحضراتكم على بعض المعايير من ضمنها الأون بورد برودكت والجراوند والإيربورت سيرفيسز والفيفوريت إيرلاين للعميل والكابن سيرفيس والإنفلايت سيرفيس المقدمة، بالإضافة إلى المطار الذي تعمل فيه شركة الطيران، هنجد إن الأثيوبية رقم واحد أفريقيا، ثم ساوث أفريكان، ثم كينيا إيرويز. الحقيقة يعني الخطوط القطرية بتمثل للمرة السادسة على العالم رقم واحد. حضراتكم كمان إن شاء الله في 5 جوائز حصلت عليها الخطوط القطرية لابد أن تذكر قبل ما نكمل الترتيب العام بالنسبة للشركات في إفريقيا. القطرية حصلت على 5 جوائز، يعني ما شاء الله، أفضل درجة رجال أعمال، أفضل مقعد بيزنس كلاس، أفضل شركة في الشرق الأوسط كله، وأفضل استراحة رجال أعمال عالميا، وأفضل وجبات درجة رجال أعمال في العالم. طيب حضراتكم دلوقتي بالنسبة للترتيب في شركات الطيران في إفريقيا، بنجد الترتيب الشركة رقم 10 اللي هي بعد ايجيبت اير رقم 9 كانت عبارة عن الفاست جيت. الفاست جيت دي شركة بريتش ساوث افريكان بيزد كهولدينج كومباني، وبتمثل لو كوست كارير، وهي حضراتكم تقريبا عدد الركاب السنوي حوالي 2.5 مليون راكب.
وهي الاون تايم بيرفورمانس ما شاء الله 90%. طبعا بالنسبه لمصر للطيران في الترتيب التاسع، وهي انضمت للتحالف ستار في جولاي 2008. في الترتيب الثامن قبل ايجيبت اير فلاي سفير، وفلاي سفير دي لو كوست ساوث افريكان ايرلاين، مقرها طبعا جوهانسبرغ، وبتعمل رحلات مكوكيه دوميستيك داخل ساوث افريكا، وهي حضراتكم عندها 16 طياره بوينج فقط، وبتعتبر نشأتها في اكتوبر 2014، يعني شركه حديثه بقى لها 8 سنوات فقط، وواخده الترتيب رقم 8 في افريقيا. الترتيب رقم 7 الخطوط رواندا اير، ورواندا اير بتطير لل 30 محطه في العالم، وبتركز نشاطها في غرب ووسط شرق اسيا شرق افريقيا، وايضا بتطير لبعض الرحلات للشرق الاوسط واسيا واوروبا. الهب بتاعها طبعا مطار كيجالي. في المركز السادس أفريقيا كانت الإير سيشيلز، وإير سيشيلز لها رحلات متعددة لأفريقيا ووسط وشرق أسيا، والهيد كوارتر بتاعها في الآيلاند أوف ماهاي. حضراتكم هذه الشركة لها مراحل متعددة في النشاط، بدأت 78 بدوميستيك فقط، رحلات دوميستيك حتى سنة 83 والمدة تقريبا 5 سنوات، ثم بعد كده سنة 83 بدأت تعمل رحلات لفرانكفورت ولندن، ثم بدأ من 2014 خدت تصنيف 4 ستار كارير، وكمان بتمثل ليدنج بزنس كلاس سيرفيسز وليدنج كابين كرو في الانديان اوشن from the World Travel Awards، وده معناه ان احنا قدامنا عملاق جديد اسمه اير سيشيل، يعني ما شاء الله بيتقدم بخطوات كبيرة، ومتوقع ان هي واير موريشيوس تتصدر مستقبلا الترتيب، وممكن يتقدم في تصنيفات 22. في المركز الخامس الاير موريشيوس، وهي بتعتبر من اكبر 4 شركات طيران في الصحراء الافريقيه، وهي في بورت لويس وموريشيوس كبيز، وبتروح ل 23 محطه ديستنيشن، بالاضافه مع الكود شيرنج مع شركات اخرى بتصل شبكتها الى حوالي 100 وجهه عالميه. بعد كده في المركز الرابع كان الرويال اير ماروك، اللي هي مشهوره بالرام روميو الفا مايك، وهي نشأت سنة 53، وطبعا هي الشركة الليجاسي كارير لدولة المغرب الشقيقة، في طبعا كازابلانكا البيز مطار الملك محمد الخامس الدولي، وبتطير أيضا لحوالي 100 محطة عالمية في قارات أوروبا وأفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط. بعد كده بنجد تصدر بقى المراكز الثلاثة الأولى، عندنا في المركز الثالث كينيا إيرويز، ودي يعني بتمثل يعني نمو منقطع النظير في الخدمات وفي السمعة الطيبة، وإن هي فازت سنة 2016 و17 بجائزة الترافل أورد فور أفريكانز ليدنج إيرلاين، وموضوع إن هي شركة رائدة وبتشرف بالقارة الإفريقية في الخدمات والإمكانيات، فهي لقبت بفخر إفريقيا، وهي بتطور خدماتها بشكل متميز جدا، وواضح إن السكاي تراكس ريبورت مقدم فيها يعني كل ما يقال أو كل ما يجب أن يقال في شركة متميزة متطورة. بعد كده في المركز الثاني افريقيا تبقى للسكاي تراكس كان ساوث افريكا ايرويز، والهبز بتاعتها في جوهانسبرج وكيب تاون، وطبعا هي الشركه الوطنيه لجنوب افريقيا، وبتعد من اكبر شركات الطيران في القاره، ليها رحلات كثيفه في افريقيا وشمال امريكا وجنوب امريكا واسيا واستراليا واوروبا، وهي يعني ما شاء الله انضمت للتحالف ستار سنه 2006. اذا احنا عندنا مصر الطيران، وعندنا ساوث افريكا في 2006، وعندنا الاثيوبيه في 2011. رقم واحد افريقيا هي الشركه الوطنيه لاثيوبيا، مبروك طبعا لهذه الشركه العملاقه، ومبروك لان هي ما زالت محتفظه بالصداره 3 سنوات متتاليه، وهذه الامور مش بتيجي ابدا بالساهل. طبعا هي بتعتبر من الشركات الرائدة في الطيران في القارة الأفريقية، وبتخدم أكثر من 60 وجهة دولية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أمريكا، وطبعا في القارة الأفريقية، وليها رحلات كثيفة داخليا وخارجيا، وليها أيضا رحلات بضائع على المستوى الدولي. طيب إحنا النهاردة عايزين نقول حاجة صغيرة في نهاية هذا العرض، إن مطار القاهرة كان يعني من ضمن المطارات المتميزة
وإنه كان في المرتبة 82 عالميا سنة 2011 متزامنا مع الثورة، وكان رقم 4 أفريقيا بعد 3 مطارات مشهورة، كيب تاون ومطار جوهانسبرغ وكمان كينج ساخا. والثلاث مطارات دول على فكرة في جنوب أفريقيا، يعني أفضل 3 مطارات في أفريقيا كانوا في جنوب أفريقيا. يبقى طبيعي أن حركة الطيران ومستقبل المطار ومستقبل الأثيوبية هيكون منطلق انطلاقا من البنية التحتية الجيدة والخدمات المتميزة لهذه المطارات، فإحنا مش ممكن نفصل شركة طيران عن مطار بتعمل فيه. طبعا احنا مع الاسف خرجنا من تصنيف افضل 100 مطار في العالم، وكان يعني مع الاسف الشديد الكلام ده في 2017، وحصل تراجع عربي وافريقي وعالمي عكس ما كانت عليه بعض المطارات العربيه الاخرى زي مطار دبي، مطار حمد الدولي، مطار ابو ظبي، مطار البحرين، مطار كيب تاون. وطبعا التصنيفات مش بتعتمد فقط على حجم عدد الركاب وتنوع الشبكه، لا، احنا بنؤكد على الخدمات داخل المطار وعلى الأرض وداخل الطيارة، وسرعة إنهاء الإجراءات، حسن المعاملة، رضا العملاء في حالات الريجولاريتيز والمشاكل اللي بتحصل في المطار. طبعا يعني بقى أؤكد إن مطار القاهرة هو كان ملقب من أفضل مطار جوي في أفريقيا سنة 2006، يعني مطار أفريقيا له تاريخ عريق، حيث بلغ عدد الركاب حوالي 10.8 مليون راكب سنويا، واختير في سنة 2010 مطار القاهرة كأفضل 3 مطارات في أعمال التطوير عالميا، وافتتح وقتها برج المراقبة الجديد، وكان فيه رنوي جديد بيجدد، وفي دايما كل سنة في حركة دائبة بافتتاح تيرمينال أو تجديد أو تطوير. وكان الاستطلاع عام 2013 ان كانت مصر للطيران وقتها مع تزامن تطور المطار كانت 4 نجوم، ولكن الحقيقة هذا الأمر لم يستمر بعد 2013، ومصر للطيران زي ما احنا شايفين في وضعها الراهن محتاجة إعادة نظر كامل في كثير من الأمور لكي تستعيد مجدها وتتربع على عرش القارة الأفريقية كما كانت طول عمرها. حضراتكم باي ذا واي، وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، احنا كمطار القاهرة الدولي بيعتبر من ضمن اضخم 10 مطارات محورية في الشرق الاوسط، وترتيبه رقم 8 في الميدل ايست وعربيا وافريقيا. طبعا الحقيقة بيسبقه مطارات زي دبي، الرياض، جدة، ابو ظبي، مسقط، الكويت، هذه المطارات يعني اضخم واكثر نشاطا. مطار جوهانسبرج ترتيبه رقم 2، مطار في اديس ابابا الاثيوبية ترتيبه رقم 5 بالنسبة للنشاط ومؤشر المشاركة الدولية، وكذلك في نسبة المشاركة بالرحلات الجوية. وبتيجي مطار القاهرة في التقييمات أضخم 10 مطارات محورية في الشرق الأوسط، بيجي مطار القاهرة في الترتيب رقم 8. المصدر هنا كان مؤسسة الـ OAG في اليوم السابع في 11/4/2020. أنا هكتفي حضراتكم بهذا القدر لأن أنا طولت عليكم جدا، ولكن دي كانت نظرة سريعة، وأنا إن شاء الله هحط في الديسكريبشن لينكات كثير من شركات الطيران التي ذكرت وكثير من المواقع الدولية لكل من يحب أن يستزيد علما ويطلع على التصنيفات ومزيد من المعلومات بشأن السكاي تراكس أو الترافل أورد أو الأوديتنج اللي بيتم على شركات الطيران أو أي معلومات أخرى بشأن الترتيب القاري أو العالمي، سواء لشركات الطيران أو للمطارات أو للخدمات المقدمة. أترككم في رعاية الله وأمنه وسلامه، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، لنبدأ سلسلة التشيك إن بروسيجرز مع السادة الركاب خطوة بخطوة، مرحلة مرحلة داخل المطار في السفر والوصول. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.